السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendidikan kader ulama masjid Istiqlal. Di sini ada dua program, pendidikan kader ulama reguler dan pendidikan kader ulama perempuan. Fadilatul al-imam akbar di daulati Kroasia. Fatra dirasa sangat dari magister warna sanawat ini kurang. وقبل أن يخلص دراستهم لابد أن ونحن في كرواتيا 1.5% ولكن المسلم أينما يعيش لابد أن يعيش كما يرضى الله لا بديل له. هل هي صحيح؟ هل هي صعبة أم سهلة؟ مشاكل الروم في بعض الدول الأوروبية يوجد مشاكل بعدها كرواتيا 1116 سنة بلجيكا 1104 ولكن هذا مشكلة أيضا عند المسلمين المسلمون الذين يعيشون في أوروبا لن يستطيع أن يتفق لكن لا يتكلمون عن لمواجهة تحدياته نعتبر تجربتنا في كرواتيا مثالا فاعلا ونافعا حيث حافظ الأقليات المسلمة على أخلاقها السامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.